أقل كثير عن غيرك. نشاهد احنا وياكم دخولية هباس ونرجع نعلق عليها وناخذ رأي ابو عبد الله فيها. نورت قريتك السكريبتيه طال عمرك. فضحتونا فضحتونا. وش فيه؟ يا الله عبد الله لا اشكره يا رب. واش التسيب ذا؟ واش التسيب ذا؟ امس قلت في كاركترات تسوونها صح؟ انا لله وانا فرج. الحين بعطيكم خمس دقائق. طيب سوالف نابر ياله. لازم تبت في الموضوع يا شيخ ابو فهد. لا ابت زلفك ذا. حاضر طال عمرك. وشو؟ طال عمرك حاضر عشان ما يكسر عمرك. طبعا هذا جزء بسيط من دخولية هباس. احنا ما نقدر نجيبها بشكل كامل لكن دخولية طويلة كلها من بدايتها حتى نهايتها ما تملها. شكرا في الإعداد على المقطع ابو عبد الله. هباس مثل ما نشوف الأسطورة هباس، يعني دخولية مختلفة في كل تفاصيلها، تعليقك على المشهد. هباس بصراحة أمس تجلى. هباس دخل كممثل، أمس شفنا هباس الممثل، شفنا ستاند أب كوميدي لايف على يعني مستوى عالي وطراز عالي جدا جدا. هباس أمس كان سيد المشهد، ملك الإفيهات، ملك الذبات. أمس هباس ما خلى واحد إلا ذب عليه، يعني صدقني ذبات هباس أمس تبي تبتل في كل برامج الواقع، ولا حصل في برامج الواقع مثل دخولية هباس أمس. شوف أنا أتكلم من جانب كوميدي، يعني معنى أبرز دخوليتين كانت كوميدية وتهتم في موضوع الكاركترات، كانت دخولية رشيد طاحوس على الددسن وعليا اللبدان على السيسي مع عبد العزيز المغيري. هذه كانت دخوليات مميزة، كنا نقول والله الشباب أعطونا فيها. لكن أمس هباس جاء ونقل موضوع الكوميديا لجانب آخر. يعني أمس هباس تجلى. إذا كان ما في مال هباس إلا دخولية أمس في برامج الواقع أنا أشوف أنها كفت هباس. في ترى أبو عبد الله فيها اختلاف، يعني أنت قلت رشيد عبد العزيز ممكن هذول كوميديا سوشيال ميديا، هباس كوميدي مسرح. نعم. يعني الإفيهات اللي قاعد يعطيها والذبات اللي قاعد يقولها لو في مسرحية بيتجلى فيها بشكل كبير، سرعة بديهة، وقتي تحضير وقتي ضبط. عنده ضبط لغة الجسد. يعني أنا أذكر الشباب كان لما يذبون ذبة ويضحكون أخوياهم ينبخون من الضحك معهم. هباس أمس موتهم كلهم، سدح على 14 أو كم عندك 16 نقص منهم 4 يصير 12. سدح على 11 لأن عقاب أمس ما حضر. الآن ما ندري وين عقاب فيه، فهمت علي؟ سدح على 11 كلهم ضحك وهو ما ضحك، ينبخون عنده ضحك وهو قاعد صامل الرجل. نشوف ترى السؤال حتى اختياره للذبات متراكم على المتسابقين بالضبط. فيعني شيء انا البارح كنت اتابع وانا مندهله هباس وينها عن الشيء هذا من قبل. هل هو كان ينتظر الدخوليه هذه؟ هل هو محتفظ فيها لوقت ثاني؟ يعني لو الشخصيه هذه في الذبات وفي الافيهات اللي قاعده تصير هذه من بدايه البرنامج ممكن نشوف هباس مختلف. ما يقدر. ليش ما يقدر؟ لان فيهم طامر، في تقطيع كاميرات، في تخريب جلسات. ترى حصل من هباس كذا يعني مشهد زي كذا وعطى فيه رياكشن حلو لما قاعد يطقطق على عيفان ومحمد مناحي في الجلسه. تمام، عطى هباس يجي منه. لكن مشكلته كل ما استوى، لان شوف الكوميديا رجل الكوميديا يحتاج يعني جلسه جاهزه يذب فيها متقبلين اللي معه، كل اللي عنده بروحهم حلوه، فهمت علي؟ نفس الجو العام يكون حلو عشان يبدا، لانه انت قاعد الان خلنا اقول لك طقطق على واحد وتبغاه يضحك، فهمت؟
تخيل بجي طقطق على عيفان وهو زعلان، ولا على عبد الرحمن خشمان وهو قاعد يكتب، ما تجي ما في تراك، فهمت علي؟ فلا بد يكون في يعني في موازنه بالامر. فامس كانت مواتيه، وفي كذا مره لما تكون مواتيه كان يبدع، يعني مره هو وحاتم كانوا على السطح عطوا ذبات حلوه، مره كان مع ريان ايضا على السطح عطوا ذبات حلوه، له 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 مشاهد. لكن نجي هنا نقول انا ما اهمش هباس طول